منذ بداية الأزمة العراقية لم يتوقف دور جمعية الهلال الأحمر الكويتية في مد العون للأشقاء العراقيين، فإلى جانب توزيع المساعدات وبناء المشاريع التنموية تترقب الجمعية في الأسبوع القادم تسليم 3 عيادات طبية لمساعدة النازحين وعلاج الأطفال هناك. جعل الهلال الأحمر الكويتي تأخذ الريادة في توزيع المساعدات والعمل مشاريع التنموية والصحية والتجهيزات الطبية. خلال الأسبوع المقبل سيتم تسليم 3 عيادات متنقلة في العراق، عيادة طبية متكاملة لمساعدة النازحين صحيا وعلاجهم وتوفير حتى العلاج لأطفالهم وحتى المرأة الحامل. سيكون هالعيادات جزء رئيسي من حملة الكويت بجانبكم مع أشقائنا في العراق. بناء منازل ومركز دعم نفسي لأهالي الروهينجا فضلا عن مساعدة 5000 أسرة داخل الكويت، أعمال أخرى تتابعها الجمعية. بعد يومين رايحين وفد إلى روهينجا لإن شاء الله بناء بيوت، وعندنا طبعا مركز دعم نفسي لأطفال روهينجا، عندنا طبعا الأشياء الخيرية طبعا من تأسيس الجمعية من 66 قاعدين نساعد أكثر من 80 دولة داخل الكويت كذلك. يمكن الكثير ما يعلم احنا عندنا 5000 أسرة نساعدهم سواء كانت الأسرة طبعا محتاجة. الزيارة المتكررة لمتطوعي الجمعية والإشراف على العيادات الصحية والتجهيزات الطبية دعم مستمر تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتية إلى الأهالي في اليمن. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.